قرابة 13,000 إصابة في كندا تتركز بمعظمها في مقاطعة أونتاريو، والأرقام وفق المسؤولين مرشحة للزيادة إلى عشرات الآلاف خلال الأسابيع المقبلة. إلى ذلك تتصاعد التحذيرات من الشح في أجهزة التنفس، فيما تكرر السلطات الصحية دعواتها للمواطنين بالالتزام الصحي لتخفيف الأرقام. للمزيد ينضم إلينا الدكتور أسامة العنيزي، استشاري أمراض معدية من كندا والذي أصيب بفيروس كورونا. أهلا بك دكتور وألف سلامة عليك. ويمكن في سؤال يخطر على بال الكثيرين حول إصابة الأطباء بفيروس كورونا، هم يعني أدرى الناس بخصائص هذا الفيروس وأيضا الإجراءات الوقائية. يا هلا فيكم، والله يجزاكم خير وأطمنكم. الحمد لله أموري زينة. من 23/3 أصبت بفيروس كورونا، إلى الساعة اللي أكلمكم فيها لا زال عندي حرارة، وعندي نسميها بالإنجليزي هي الشيلز الرايجر، ماني عارف شنو الصراحة الاستمرار الحرارة إلى الآن، لكن أعتقد أن حاشني يمكن هم التهاب بكتيري مع كورونا، لأن غريب استمرار الحرارة طول هذه المدة. وبالنسبة للإصابة هذا ما هو غريبة، يعني أكثر كانت وظيفة أثناء وباء كورونا من الصين إلى الآن، أكثر وظيفة أصيب فيها يعني شريحة وظيفة أصيب فيها ناس في كورونا كانوا القطاع الطبي، لتعرضهم الكثير للمرضى، وهذا جزء من الجوب ديسكريبشن، من الوصف الوظيفي لهم والخطورة اللي هم يعني وقعوا حياتهم علشانها. فالتوصيات تشدد على اللي هم الأطباء أو العاملين في القطاع الصحي باللبس الكامل اللي نقول احنا الـ PPE اللي هو Personal Protective Equipment، يعني لبس زي اللبس الفضائي هذا الكامل. أيوة. كامل بلاستيك مع أي تنفس لتقليل فرصة انتقال المرض للقطاع الطبي عند تعاملهم مع هؤلاء المرضى، لأن هم الخط الأمامي في حالة أنهم تم مرضهم ويعني المنظومة الصحية تفقد. لازم طيب. هم أكثر ناس يعني يوقفون للموضوع هذا، ودول عندها خلل كثير في كندا وفي أمريكا، في شكاوي كثيرة من الأطباء عدم توفر هذه المعدات. طيب يا دكتور، احنا بكل أمانة يعني نقف احتراما دائما ونقولها لناس يستحقون، ألا وهم القطاع الطبي بكافة يعني أركانه. اليوم أنا بودي أن نذهب إلى تجربتك أنت الشخصية، أنت دكتور وبالتالي أمراض معدية، وتعرف كيف تتعامل مع هذا المرض. حين إصابتك بهذا المرض كيف تعاملت معه؟ البعض يقول والله أنه قد يأتي بدون أعراض وبالتالي بس الحرارة، هل يستدعي الخوف أن نذهب؟ إحنا نبي نطمن الناس ونبي نفهم أعراضه وكيفية التعامل معه. أول شيء أنا بدأت في يوم 23 صح، إن شاء الله إن شاء الله مو قاعد نتعبك بس سلامة. لا لا أموري زينة لا صح ما أدري قد هو قدود. في يوم 23 بدأت معي احتقان بسيط ورحت الدوام الظهر تقريبا، ما جاء العصر تقريبا 4 إلا صداع قوي، حرارة قوية، وبدأت شيفرينج أرجف، كانت حرارة وقتها 38 و 16 و 24 و 24 دقيقة، وبدأت حتى عيوني تحس أنه من التحمق، ودريت أنه حاشني في الوقت ذاك، فاضطريت أن التعامل على حسب البروتوكول الكندي. إحنا تكلمنا المشكلة كل دولة لها بروتوكول خاص، وهني ما يفحصون أصلا المريض من العلم، فاضطرت أني أروح البيت أتوجه أصلح على زوجتي وقلت لهم فضوني غرفتي ولا حد يجيني، أنا إن شاء الله بعزل نفسي لأني ما عرفت التشخيص، لكن غالبا في زمان كورونا في مكان كورونا اشوف مرضى كورونا وما البس ماسك لعدم توفر القناع الطبي، ما هو موجود في كندا. فانا متوقع انها خلصنا يعني، فدخلت الغرفه قعدت يومين، ونزل قرار يوم 25 ان للعاملين في القطاع الصحي لهم الحق، شوف اللي سمينا الدلع في دولنا، يعني لهم الحق ان يعمل المسحه للناس الذين يعني يتابعون مرضى على عالي الخطوره، يقصدون هنا اللي هم كبار في السن، لان في مرضى كثير صارت اوت بريك، يعني صار انتشار في دول العجزه، في دور العجزه عفوا، بسبب اطباء نفسي ما يدرون انهم مصابين فنقلوا لمرضاهم، فقالوا يفحصون عشان يعزلونهم لمده اسبوعين في حاله انهم ايجابيين. فانا فحصت يوم 25
يوم 26 وكان التكنيك سيء جدا من الموظفه اللي عملت لي اياه، 26 طلعت النتيجه سلبيه ما في شيء، لكن لا زال في قرارات نفسي ان انا فيني، لكن هذا فصل من العزل على حسب بروتوكولهم. وبعدين يوم 30 انتكست انتكاسه قويه اللي الى الان حراره وشيفرنج، وبدات بالبدايه كانت اعراض جهاز تنفسي علوي يعني من هني فوق حراره وصداع، لكن الان من يوم 30 بدات التهاب سفلي اللي هو الكحه السعال البلغم شوي في ضيقه نفس. يعني كان في خطا طبي في البدايه في التشخيص؟ ابدا كان في خطا طبي. يوم واحد يوم 30 عفوا يوم 31 لما ذهبت لنفس المكان للفحص اخذت على نفسي للموظفات اكلمهم كيف راح تفحصوني، اسالهم من باب السؤال لكن من باب تعليمي، الحصى خشمك يوم كم ايش تحطونها؟ تقول لي يعني الحصى لا اربع ايش يعني لما تبعثينها لما تحوش خلفيه الانف من ورا بالضبط، وهذه موجوده في حسابي في انستغرام التفصيل هذا، لاني مطور الحالتين، الصوره الاولى الخطا كيفيه عمله والثانيه موجوده انا كنت بحطهم اثنين للعلم، وهذا هذا دارج في الاخطاء الطبيه، لكن في الوقت هذا في كورونا في وباء كان كارثه، لان الحين يعني عندك انتشار المرض بين عيالي بين مرضاي وتم حالي يعني مرضاي انا مرضى ايد فالله يستر. طيب يعني دكتور اذا 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 الانسان ما يشعر على الاقل الا في حراره او صداع يمكن دائما يقولون خلك في البيت لا تطلع حتى ما له داعي تروح المستشفى، اذا ما كان هناك شعور بالضيق ضيق التنفس او عدم القدره على التنفس، هل هذا بالفعل ولا لازم نروح المستشفى ونعالج نفسنا بغير خافض للحراره؟ بالضبط شوف هو مدى الاعراض تبدا 33% الاشخاص لا يكون عندهم اي اعراض، اي اعراض على الغالب، الخطوره في هذول الاشخاص ما يعطيك اي شيء، انه شخص ينشر المرض، لعدم علم انه حاصل على المرض او حامل المرض ويتم نشره. 55% فيهم اعراض اللي هي الكحه، الحراره، الاعراض الجهاز التنفسي عليا او السفلي، وتتدرج مداها من خفيفه الى قويه مثل اللي معاي، وبعدين 15% اللي بقت اعراض جهاز تنفسي قويه لدرجه دخل المستشفى يحتاج دخول. أيوة. الفيصل بين تقعد في البيت او تروح المستشفى هو قدرتك على التنفس، تستطيع ان تتنفس تقعد في البيت، حراره وسوائل عندك حراره تاخذ سوائل تاخذ بنادول تاخذ شيء يحاول تخفض حراره. عندك عدم القدره على التنفس ما فيك تجين في البيت فتضطر تروح للمستشفى. وفي 5% اضطر يدخلون العنايه المركزه اذا تدهورت حالته. اذا كان امراض مزمنه او كبار سن. شكرا جزيلا لك دكتور اسامه العنازي استشاري امراض معديه من كندا والذي اصيب بفيروس كورونا، الف سلام عليك دكتور وما تشوف شر. شوفك ان شاء الله بالصحه والعافيه قريب يا رب. الله يعافيكم الله يجزاكم.